خير ومرحبا بكم معنا على راديو أصوات مستمعاتنا ومستمعينا. تقبل الله صيامكم، ودائما احنا مواصلين معكم اللقاء في حصة جديدة من برنامجكم غذاء وشفاء، معكم لمياء المساوي والدكتور عماد ميزاب. غذاء وشفاء البرنامج اللي من خلاله كنتكلموا على مجموعة ديال المواد في التغذية ديالنا، مواد طبيعية، كنتكلموا على الأهمية ديالها لصحتنا، وكنتكلموا أيضا على الإعجاز العلمي اللي في هذه المواد، كنتكلموا على السنة وشنو الأمور اللي كان يقوم بها الرسول عليه الصلاة والسلام في تناول بعض المواد الغذائية، شنو ذكر وشنو تقال عليها في القرآن. فمرحبا بكم معنا دائما، ومرحبا أيضا بالدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة ومختص في التداوي بالأعشاب. ومع الدكتور عماد دائما كنجيبوا لكم الجديد وأسرار من الطبيعة حصريا كتسمعوا لي على أصوات. مساء الخير دكتور عماد. طبعا مساءك اختي لمياء، وتحيه لك وتحيه لكاع الاخوان والاخوات اللي كنورونا في هذه الامسيه هذه الجميله من هذا الشهر المبارك. مرحبا بك معنا الدكتور عماد. من بين يعني العادات اللي عندنا في الغذاء ديالنا، هو في العيد الكبير كنصاوبوا القديد او القديد او اللحم المجفف بالانواع ديالو. هذا اللحم كديروه كيدور عليه العام، يعني حنا دابا في رمضان الناس متاكده بان الاغلبيه ديال الناس، انا وحده منهم، باقي عندنا القديد ديال العيد الكبير. وكيف ما كنقول وما كيحلى لناش العيد الكبير بلا ما كان صوموا القديد. فاليوم واش حنا عبرنا نطرح للسؤال على أنفسنا، شنو هي الفوائد ديال القديد على الصحة ديالنا؟ شنو هي الطريقة الصحيحة للحفاظ وتناول القديد؟ أيضا شنو تقال على القديد في السنة النبوية؟ أجوبة غادي نلقاو ليها الجواب حصريا على راديو أصوات برنامجكم غذاء وشفاء رفقة الدكتور عماد ميزاب. من بعد هذا الفاصل خليكم على أصوات. القديد أو اللحم المجفف من العادات التقليدية في المائدة المغربية، وتقريبا أغلبية الأسر كتلقى عندهم القديد كيدور عليه العام، يعني من العيد الكبير حتى العيد الكبير. في رمضان أيضا كيكون حاضر في المائدة ديالنا، اي نعم ماشي بشكل يومي، ولكن حنا معروف ملي كنديروا كسكسو ولا كنديروا الانواع ديال القطنيه او بعض الطويجنات ضروري كيكون حاضر فيهم القديد. القديد عنده فوائد كثير على الصحه ديالنا، لانه هو فيه واحد التركيز ديال البروتينات، هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه معك دكتور عماد. ايضا فيه بزاف ديال العناصر الاساسيه لبناء الجسم ديالنا. علاش؟ لانه فيه بزاف ديال المواد بحال مثلا الثومه، بحال بعض الاعشاب اللي هي تعتبر يعني مطهره للامعاء ديالنا والجسم. شنو السر دكتور عماد اللي خلانا اليوم اننا نتكلموا على القديد، وخصوصا اننا نتكلموا عليه من الجانب الديني؟ يعني شنو تقال على القديد؟ شنو تعرف عليه في السنه النبويه؟ فاكيد وكل شيء غادي يطرح هذا السؤال، واش الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ولا ما كياكلوش؟ اكيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الاطعمه ديالو هو القديد. فعن عائشه رضي الله عنها قالت: كنا نرفع الكراع فياكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الاضاحي. اذا نهار 15 من العيد الكبير كانوا يعني هذا دليل ان كان يستعمل القديد. فالقديد الا كان كياكله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا كنعرفوا ان غادي يكون فيه فوائد كثيره. أيه. والقديد اللي كيعطينا واحد الحيويه، وكنعرفوا ان كما ذكرنا أن الأكل الذي كان يتناوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو يأكل ما يعني اللي غادي يكون صحيح، شي حاجة اللي غادي يمكن تنفعنا للدس ديالنا وما تأثرش علينا. دائما كيبقى مطرح السؤال بين قوسين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل القديد، فهذا من الجانب الديني. يعني بزاف الناس تطرح هذا السؤال وتقول لك دابا كيفاش أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل القديد، واش هذا الشيء زعما صافي كان ياكله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غادي يكون صحي؟ فاحنا لنؤكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى. فهنا اليوم ان شاء الله غادي نفهموا علاش هذا القديد هذا مهم، شنو فيه، شنو هما المواد الكيميائيه ديالو، شنو المزايا، وشنو هو السر في هذا الشيء كامل، والطريقه كذلك السليمه كيفاش نستعملوا القديد وكيفاش كذلك نحافظوا عليه. فهادشي اللي غنشوفوا اليوم ان شاء الله في الجزء الثاني. فخليكم معنا دائما على راديو اصوات، نمشيو مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج غذاء وشفاء. ومعنا على راديو اصوات الى يلا التحقتوا بنا دائما في برنامجكم غذاء وشفاء، واليوم كنتكلموا على القديد. دكتور عماد قلنا بانه القديد او اللحم المجفف كان من المواد الغذائيه اللي حاضره في المائده ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. شنو السر؟ شنو الطريقه الصحيحه لتناول ديالها؟ كيفاش نحافظوا عليها؟ وشنو اللي كان خلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخلي بأنه هذه المادة تكون مهمة جدا في الغذاء دياله
ولهذا بطبيعة الحال تمتوا العلم اليوم دكتور عماد. بالفعل وشي غانا أكدوا اليوم ولكن لك أن القديد كانوا كيستعملوا الرومان ولكن لك أن الإغريق كانوا كيستعملوا القديد الحضارات الفرعونية الهنود الصينيين فهادشي كامل كتبان هاد الأكل أن هاد القديد كان من المواد المغذية. فأولا القديد شنو فيه؟ القديد كما قلت أنه تركيز بروتينات كذلك تركيز من الألياف تركيز من الأملاح المعدنية تركيز من الحديد الحماية من فقر الدم وأهم من هذا الشيء تواجد بكتيريا نافعة اللي كتكون عندنا في القديد. إذن هضرنا على البكتيريا النافعة مباشرة ملي كتدخل لنا الدس ديالنا هذه البكتيريا كتحيي لنا جهاز المناعي ديالنا. أننا ملي كناكلوها كتولي الجهاز المناعي ديالنا كيشتغل بواحد الطريقة كبيرة كيولي الجهاز المناعي ديالنا كي كما كنقولوا حنا ديما على بال فايق بحال كناخذوا لي بيفيدو باكتيري اللي كيتواجدوا في اللبن واللي كيتواجدوا في الاجبان ومشتقات الحليب اللي كتكون مخمر. اذا هذا هو المزايا ديال هذا القديد انه كيرفع لنا المناعه كيكون ماده مغذيه بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم فقر الدم فياخذوا منه. اكيد حنا كنهضروا على الناس السليمين فالناس اللي عندهم الكوليسترول الناس اللي عندهم مشاكل ديال الطونسيون طالع لانه مالح يحاولوا انهم يتجنبوه ولكن الناس العاديين وحنا لما نتكلم عن تناول القديد فكناخذوا واحد الشويه ديالو ماشي كناخذوا كنقولوا حنا كيلو ولكن جوج طريفات ديال القديد راه كافيين انهم كيعاونونا وكي يرفعوا لنا المناعه. فتيلا هضرنا على التغذيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فحنا كنا كنعرفوا ان ثلث الاكل ثلث الماء وثلث الهواء فهكا القديد كنستافدوا منه بواحد الطريقه كبيره والقديد مهم. فاحنا قلنا شنو من المزايا انه مزيان لفقر الدم غني بالاملاح المعدنيه لانها كتكون مجففه غني بكتيريا اللي كترفع لينا المناعه ديالنا ومن الاحسن انه كذلك نعطيو حتى الاطفال ديالنا باش يستافدوا منه. ديال وليداتنا اللي من 6 سنين الفوق نعطيهم شويه ديال القديد فهو مهم ومهم حتى للمناعه ديالهم وهذا الشيء خصو يكون بطريقه سليمه. اكيد الناس راه كيعرفوا كيفاش الطريقه ديال التحفيظ ديال هذا القديد والتنشيف ديالو فهاد الامور كلها خصها تدوز في ظروف معقمه ظروف امنه كما كنقولوا حتى داك الحبل اللي غنشرو فيه نحاولوا نعقموه قبل ما نشرو القديد ديالنا ونحاولوا حتى ديك الشرموله وديك العطريه اللي كنديروا بها القديد تكون مغلفه لينا اللحم مزيان باش ما يكونش فيه هاد التعفنات وتكون ايضا عطريه وعشوب اللي كتصبغوا السيد على يديها. من الاحسن ما ناخذوش الانواع أكيد. اللي كتكون مطحونه بس نعرفوش شنو مخلط فيها. كنظن ان كلما كانت الاعشاب والعطريه مصوبه على اليد كلما كان ضمنوا الجوده ديال الجفيف. نعم. بالفعل وحتى الملح تستعمل الملح الحي احسن لان الملح الكيميائي حتى هي كيكون فيها مواد كيميائيه ما غتعطيناش التحميط ديال اللحم بطريقه سليمه. طيب وهكا غادي نستافدوا منه ان شاء الله. وكنعرفوا ايضا دكتور عماد بانه الطريقه اللي ولينا اليوم كنحافظوا بها على القديد هي الكونجيلاتور. نعم. يعني واش هذه الطريقه ديال الحفاظ عليه في الثلاجه مزيانه كتحافظ على المواد ديالو؟ اذا هنا الكونجيلاتور كيخصنا يكون محكم السد. كاين بعض الناس اللي الكونجيلاتور ما كيكونش مسدود مزيان كنبقاو في السد. فوالا هذا من جهه. من جهه اخرى نحافظوا عليه فناخذوا الكميات المناسبه ديالنا الكميات اللي غنستهلكوا فقط هما اللي غادي يتغلفوا ويداروا باش منين يتجبد ما نبقاش حيت كاين بعض الناس كيديروا القديد في ميكا وحده كل مره كيجبد شويه وعاود يرد الكونجيلاتور وعاود يحيدو وعاود يرد الكونجيلاتور فإلا تكونجولا وتجبد وتكال ماشي مشكل ما غاديش يكون فيه مضره على الداس ديالنا. طيب شكرا لك دكتور عماد مزاب على كل هذه المعلومات. اللقاء يتجدد بك غدا ان شاء الله في نفس الموعد على راديو اصوات. شكرا مره اخرى. شكرا لسيف دي بلغيتي وابراهيم هضيبي في الاخراج. صيام مقبول وهادي لمياء المساوي كتحييكم الى الغد ان شاء الله.